بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر علاء الخضري ومادة الرياضيات. درس النهاردة الدرس 65 من الوحدة الأولى، الميزانية التسوق. ما معنى الميزانية؟ الميزانية هي أكبر مبلغ معايا من المال اللي يمكن إنفاقه، يعني صرفه، أو المبلغ الذي تخطط لإنفاقه. معايا فلوس، يعني مثلا في المثال الأول، نشاط واحد، انظر إلى الصورة في الصفحة السابقة وساعد ياسين في شراء الألعاب بدون تجاوز الميزانية. ميزانية ياسين كام؟ 400 جنيه، يبقى ده أكبر مبلغ معاه عايز يصرفه. نشوف نساعد ياسين في شراء الألعاب. الألعاب أول لعبة عندي الروبوت، التمن 100 جنيه. وياسين معاه كام؟ 400، هيصرف منهم 100، يتبقى كام؟ يتبقى 300 جنيه، يبقى أنا أستطيع الشراء، والباقي من الميزانية 300 جنيه. نشوف لعبة تانية، الطائرة اللعبة، ثمنها كام؟ 350 جنيه، وياسين معاه كام؟ معاه 300 جنيه، يبقى لا يستطيع الشراء، الميزانية هتبقى زي ما هي 300 جنيه. أنا لا أستطيع الشراء، الباقي من الميزانية 300 زي ما هي باقية. اللعبة اللي بعدها المكعبات، تمنها كام المكعبات؟ 70 جنيه، وياسين باقي معاه 300 جنيه، هيصرف من ال 300 70 جنيه، يتبقى 230 جنيها، يبقى أنا أستطيع الشراء، الباقي هيبقى 230 جنيها. اللعبة اللي بعدها الدبدوب، تمنه كام الدبدوب؟ 90 جنيها، وياسين باقي معاه 230 جنيها، يبقى 230 ناقص 90، يبقى الباقي 140 جنيها، يبقى أنا أستطيع الشراء، والميزانية الباقي 140 جنيها. اللعبة اللي بعدها الآلة الموسيقية اللعبة، تمنها 120 جنيها، يبقى الباقي من 140 20 جنيه، أنا معايا 140 هصرف منهم 120، يتبقى 20 جنيها، أنا أستطيع الشراء، والباقي من الميزانية 20 جنيها. نشاط 2، اختر الأشياء التي تستطيع سارة شرائها من خلال الميزانية التي معها. سارة معاها 50 جنيه، يبقى ميزانيتي في وجبة الإفطار 50 جنيها، سوف أشتري. المطلوب من سارة تشتري حاجتين في حدود الميزانية بتاعتها 50 جنيه. أنا عندي السندوتش السجق 45 جنيه، الآيس كريم 7 جنيهات، اللبن 5 جنيهات، سندوتش البرجر 85 جنيها، سارة معاها 50 جنيه، عايزين نشتري في حدود الميزانية، يبقى سارة هتشتري سندوتش سجق ب 45 جنيها، هيتبقى من 50 5 جنيهات، تشتري بهم إيه؟ هتشتري لبن بالخمس جنيهات، يبقى سارة اشترت سندوتش ب 45 زائد اللبن بخمسة، يبقى 45 زائد 5 بيساوي 50 جنيها. ميزانية سارة في وجبة الغداء 100 جنيه، مطلوب تشتري حاجتين، هتشتري ايه؟ عندنا سندوتش البرجر 85 جنيها، البيتزا 65 جنيها، البطاطس 9 جنيهات، العصير 15 جنيها، يبقى سارة هتشتري سندوتش برجر ب 85 جنيها، وهي معاها 100، هيتبقى معاها 15 جنيها. 15 جنيها تشتري ايه؟ تشتري عصير، يبقى 85 زائد 15 يساوي 100 جنيها. ميزانية سارة في وجبة العشاء 75 جنيها، المطلوب تشتري حاجتين، انا عندي الكرواسون 5 جنيهات، مياه غازية 10 جنيهات، البيتزا 65 جنيها، سندوتش البرجر 85 جنيها، وسارة كل اللي معاها 75 جنيها، يبقى هتشتري البيتزا
ب65 جنيها يبقى الباقي معاها 10 جنيهات، 10 جنيهات تشتري المياه الغازية. يبقى 65 زائد 10 بيساوي 75 جنيها. نشاط 3، لون نعم إذا استطعت شراء الأشياء المحددة، ولون لا إذا كنت لا تستطيع شراء الأشياء وفقا لكل ميزانية في كل صف. الميزانية 18 جنيها، الآيس كريم 5 جنيهات، والسندوتش 30 جنيها، يبقى المجموع 35 جنيها، وأنا معايا 18 جنيه أقل من 35، يبقى لا أستطيع الشراء. الميزانية 40 جنيها، الآيس كريم 25 جنيها، والعصير 10 جنيهات، يبقى الثمن كله 35 جنيها، وأنا معايا 40 أستطيع الشراء. الميزانية 60 جنيها، السندوتش 50 جنيها، والآيس كريم 5 جنيهات، يبقى 50 جنيها زائد 5 جنيهات يبقى 55 جنيها، وأنا معايا 60، الفلوس اللي معايا أكتر من اللي أنا هشتري بيه، يبقى أستطيع الشراء. إن شاء الله الدرس القادم الدرس 66، مسائل حياتية على الجمع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الميزانية 35 جنيها، سندوتش السجق 30 جنيه، الآيس كريم 25 جنيه، 30 زائد 25 55 جنيها، الميزانية معايا 35، لا أستطيع الشراء، لأن السندوتش والآيس كريم 55 أكبر من الميزانية، يبقى لا أستطيع الشراء. الميزانية 100 جنيه، الآيس كريم 5 جنيهات، سندوتش البرجر 50 جنيها، العصير 10 جنيهات، يبقى 5 زائد 50 55، 55 زائد 10 65 جنيها، أستطيع الشراء، لأن الميزانية أكبر من المصروفات، الميزانية 100 جنيه والمصروفات 65 جنيها، أستطيع الشراء. الميزانية 75 جنيها، الآيس كريم 25 جنيها، سندوتش السجق 30 جنيها، سندوتش البرجر 50 جنيها، 25 زائد 30 55، 55 زائد 50 105 جنيها، لا أستطيع الشراء، لأن الميزانية 75 جنيها أقل من المصروفات، ما ينفعش يبقى معايا 75 جنيه واروح اشتري حاجات بمية وخمسة جنيها، يبقى لا استطيع الشراء. الميزانية 55 جنيها، العصير 10 جنيهات، سندوتش البرجر 50 جنيها، زجاجة المياه المعدنية 5 جنيهات، يبقى 10 زائد 50 60، 60 زائد 5 65 جنيها، لا أستطيع الشراء، لأن الميزانية أقل من المصروفات، الميزانية 55 جنيها، وأنا اشتريت حاجات ب 65 جنيها، لا أستطيع الشراء. إن شاء الله الدرس القادم الدرس 66، مسائل حياتية على الجمع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.